ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا الاكلة اللي ناس كتير قوي ما بتحبش تاكلها واطفال كتير قوي ما بتحبش تاكلها، بس وعد بعد ما تشوفوا الوصفة دي وتعملوها كل اللي ما بيحبش ياكلها هياكلها، لانها بتبقى طعمة طعامة مش طبيعية. انا هعمل لكم الكوسة باللحمة المفرومة النهاردة بطريقة ماما حبيبتي، بصوا رائعة ما حصلتش بجد. اللحمة المفرومة بتديها طعم خطير وبتغير طعم الكوسة تماما، لدرجة انكم ممكن تاكلوها بالمعلقة حاف كده من غير رز. بس قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. يلا نسمي الله بقى ونبتدي مع بعض. هنجيب حلة فيها بصلة مبشورة وننزل عليها بشوية زيت. عايزين تحطوا سمنة حطوا، بس هي كده كده اللحمة المفرومة دسمة، فانا ما حطيتش عشان ما يبقاش طعمها اوفر، ما تبقاش دسمة قوي. هنشوح البصل لحد ما يبقى لونه شفاف، خلوا النار متوسطة ما تبقاش عالية قوي. انا هعمل النهاردة نص كيلو كوسة ودول ربع كيلو لحمة، برضو تقدروا تحطوا كمية اللحمة اللي انتوا عايزينها، ان شاء الله حتى اقل من ربع كيلو. مجرد ما اللحمة المفرومة دخلت في الكوسة الموضوع اختلف تماما. ايا كانت الكمية هنقلب اللحمة المفرومة مع البصل لحد ما اللحمة كده تغير لونها، نقلبها كويس ونفتفتها من بعضها. هنحط عليها معلقة صغيرة فلفل اسود ونقلبها لحد ما تغير لونها. زي ما قلت لكم معانا نص كيلو كوسة اتغسلت كويس جدا عشان الكوسة بيبقى فيها رمل، فاغسلوها كويس قوي. بعد ما غسلناها قطعناها شرايح متوسطة، يعني مش رفيعة قوي عشان ما تتهريش ومش تخينة عشان تلحق تستوي، وحطيناها على اللحمة. هنقلبها بقى مع اللحمة شوية، قلبوها كده دقيقتين مع اللحمة. بصوا خطيرة خطيرة، انا بحبها قوي بصراحة. بعد كده هنجيب الطماطم ونضربها في الخلاط. انا استخدمت حوالي 3 طماطميات كده متوسطين، وكمان معاهم نص فلفلية خضراء انا ضربتهم في الخلاط مع بعض، وهننزل بيهم على الكوسة ونقلبهم مع بعض كويس. قلبناهم مع بعض، هنغطي بقى الحلة والنار متوسطة ونسيب الكوسة تستوي مع الدمعة اهي كده. بعد شوية انا فتحت عليها الغطا وبرضو بقلبها كده حوالي بعد ربع ساعة من لما حطيتها في الدمعة. بصوا لون الدمعة بقى كده اتسبكت وبقت حلوة. عايزين تحطوا صلصة طماطم، تقدروا تحطوا صلصة طماطم مع اللحمة المفرومة. بعد كده هنجيب كبشتين تلاتة اربعة شوربة، يعني على حسب انتوا شوفوها، بحيث الشوربة والدمعة يبقوا مغطيين الكوسة، لان الكوسة بتاخد وقت شوية عشان تستوي. ونحط الشوربة عليها طبعا بعد ما نصفيها، دي شوربة فراخ، ونغطي عليها النار. وكل شوية بقى نروح نبص على الكوسة نشوفها استوت ولا لا. حطيت كمان معلقة ملح، انا بخلي الملح في الاخر لان الشوربة بتبقى مملحة. فبعد ما بحط الشوربة بعشر دقايق ربع ساعة كده بفتح الحلة واحط عليها الملح بقى ادوق واظبط انا الملح، بس ما بحطش اي توابل اكتر من ملح وفلفل. بصوا هو ده شكلها بقى، هنسيبها تستوي وزي ما قلنا كل شوية نختبرها كده، نحطها على المعلقة ونحاول نقطعها. لو اتقطعت بسهولة خلاص استوت، لسه ما لقيتوها ما اتقطعتش غطوا عليها النار وسبوها. لقيتوا الشوربة قلت شوية او الدمعة قلت شوية، زودوا شوربة تاني لحد ما تستوي معانا الكوسة. هي قعدت معايا على النار تقريبا يعني ساعة ساعة الا شوية. شوفوا هنا بقى انا اختبرتها، قطعتها بالمعلقة لقيتها اتقطعت بكل سهولة، دقتها لقيتها مية مية، اللحمة مية مية مستوية، الدمعة طعمها حلو كده استوت. خلاص نقفل عليها النار بقى ونغطيها. وعايزة اقول لكم انها كل ما بتقعد او بتبات كمان بتبقى احلى. انا عن نفسي بحب الخضار بايت، بحس طعمه احلى كتير من اول يوم اتعمل فيه. بس هي حقيقي اول يوم تحفة وتاني يوم تحفتين. قدموها بقى، انا قدمتها مع رز وفراخ وشوربة. يلا بقى جربوها، متنسوش تقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وبألف هنا عليكم.